دكة بدلاء الشرطة سي لاعب يغيب ينحرم حتى المدرب مؤمن سليمان. يعني أنا أعتقد يجوز يجي المباراة يحتار شي لاعب مو كابتن سعد كل مركز عدة اثنين منافسين. هم راح نرجع نقول لك الفريق 23 لاعب وكلهم تحتاجهم وكلهم يلعبون بس كلهم مميزين كابتن. يعني شو رأيك بعقوبة على عبد الزاهر حرمانة مباراتين رغم هو يعني الولد قال أنا لا لي ناقة ولا جمل ولا دخلت بالمشكلة. على عبد الزاهر أنا لعبت ضده وعاشرته كصديق يعني شايل خلق من لاعبين مميزين واخلاق عالية وما اعتقد على نزل للمباراة على موديسي او يسوي فد مشكلة بالعكس على سيرة الرياضية كلها ما عنده مشكلة لاعب محترم والدليل بهذا عمره هو مواظب على وزنه وعلى جسمه وجاي يلعب ولاعب مؤثر بالشرطة فعقوبة ظالمة أنا على عبد الزاهر واي عقوبات ظالمة الفترة الأخيرة يشوف ماكو لاعب يتعمد يسيد يعني صرت مباراة بعض الأحيان أنا يمكن لعبة من لعبات ملعب الشعب أخذت انذار وما أنا حكيت يصير اجى حق قلت له مو انا حكيت ولو حكم الرابع يمي تفاجئ بعض الاحيان تصير اكو امور يعني نجي مباراه شرطه والقاسم اكو صارت امور يعني انت هم البادي او هذا البادي يعني تكون عقوبات يعني ما تكون باي نقول يعني كثره المباريات اربع مباريات ومبالغ يعني اكو مثلا عقوبات تكون تاديبيه نوعا ما تكون جيده حتى اللاعب يرضي بها بس ما له حرمان اربع خمس لعبات او تحرمه مثل مرحله كامله بس كابتن سعد احنا هسه مثل خلصت بطوله الخليج ونظمناها افضل تنظيم ووصلنا رساله للعالم مو كابتن علي نعم. بانه احنا بلد امن وبلد ما به مشاكل وحتى الرياضيين التقينا بمستوى اعلى بس المفروض هاي المشاكل والتجاوزات ما تحدث بهيك مباراه لان احنا المباراه اكثر العالم شاهدها هي مباراه فضائيه منقول يعني ما توصل للضرب ولل اي مشكله يصير سوء سلوك هسه احسن مدربين بالعالم قبل فترة توخيل ومدرب العفو منه الإيطالي إيه تلازمه من الإيد وهذا بس ما توصل للضرب يعني لا احنا نتمنى شوف من خلال برنامجك ومن خلال منبرك نتمنى الإداريين الإداري يكون لا يدخل لا يكون يدخل بالساحة الإداري هم يهيجون الموقف لا يخلي نفسه بهاي المشاكل يعني انت انا على بعض اللاعبين يعني انا وانا واحد من الناس مباراتنا مع كربلاء نجف وكربلاء هم صارت مشكلة يعني انا اللاعب عندنا 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 اعلامي وي اداره الكربلاء يعني مسك وجا واحد يدي من ورا يضربه قلت له يا اخي شو يعني تريد تهجج الموضوع عوفه روح قال لي باع عليك عافه وراح قلت له ماكو هيك فحاول اكو عقلاء موجوده بالجيتين فنحاول ما نخلي الامور تطلع من عن مسار اليوم وايد تحدث تحياتنا الكابتن علاء عبد الزهره يقول تحياتي لك حبيبي علي والى الكباتن كابتن العزيز سعد عبد الحميد والكابتن والاخ العزيز مصطفى محمود شهاده اعتز بها امنياتي لهم بالتوفيق والنجاح سلم عليكم ابو زهره هاي من اخلاقه وتربيته يعني علاء متربي واخلاقه جيده وما في يوم حصلت له مشاكل مع اللاعبين ومع المدربين الفرق اللي لعب لها احنا كان بالزوراء بالشرطه يعني وكابتن منتخب يعني وقاعد يؤدي لكن هي هاي تربيته واخلاقه ونتمنى انه يكون مثل اعلى الباقي اللاعبين نحكي عليه على قليل بحقه يعني حكينا عليه ما بيه الكفايه وبعد اكثر